هو العيد 27 للوحدة اليمنية، يحتفل فيه اليمنيون هذه المرة في المهجر، تحديدا في اسطنبول. الجالية اليمنية أقامت حفلا يهدف لمد جسور للفرح والوفاء بين المغترب ووطنه الأم، خاصة في ظل ظروف صعبة يعيشها الوطن والمواطن في الداخل والخارج على حد سواء. وإن غاب الوطن لا يمكن أن تغيب عنهم مناسباته الوطنية. هنا في اسطنبول يحتفل اليمنيون بالذكرى 27 لقيام الوحدة اليمنية. بالتزامن مع ذلك يقيمون انتخابات لهيئة جديدة للجالية اليمنية في تركيا. بعد الاحتفال مباشرة اجتمع أبناء الجالية لاختيار هيئة جديدة تدير أمور الجالية اليمنية هنا في تركيا. بعد انتهاء فترة الهيئة المنتخبة سابقا، تضمنت اختيار رئيس للجالية وأعضاء هيئة إدارية وهيئة للرقابة والتفتيش. نموذج ديمقراطي مصغر كان هنا، عاش أجواءه العديد من اليمنيين الذين شاركوا باختيار ممثليهم بعد إتاحة الفرصة لكل مرشح في القائمة بإلقاء كلمة مختصرة ليقوم بعدها الحاضرون بالتصويت والاختيار. سننتخب جالية هيئة إدارية يعني جديدة وهيئة رقابية جديدة لتحقيق خدمة اليمنيين. اليمنيون هنا في تركيا يحتاجون إلى كثير من الجهد، مع أن هناك خدمات تقدم من الحكومة التركية ومن الشعب التركي الجميل لليمنيين وللعرب ولكل المقيمين في تركيا، إلا أننا نحتاج إلى هيئة إدارية تتابع التفاصيل. والله الفكرة هي ما هوش ترشيح أنفسنا للانتخابات، الفكرة هي يعني اليمنيين اللي تواجدوا في تركيا لهم عدة أنشطة، لهم عدة نشاطات، الاتحاد كذلك، رابطة العمال كذلك. اليمنيين يريدون أن يصنعوا شيئا، يعني يريدون أن يجمعوا كلمتهم. المرأة اليمنية كعادتها كانت حاضرة وبقوة بين الحضور والمرشحين أيضا. كذلك كان الأمر لطلاب المبتعثين في تركيا، حيث لا يتوانى اليمنيون هنا في البحث عن تجربة ناجحة للديمقراطية التي كانت ضمن أهداف الوحدة بين شطري الجمهورية، وإن كانت على مستوى إقامة انتخابات مصغرة لهيئة جديدة للجالية اليمنية في تركيا.